الفصل الثالث مقاييس النزعة المركزية. مقاييس النزعة المركزية. مر علينا العنوان، مر علينا الاسم. مقاييس النزعة المركزية من الاسم النزوع إلى المركز، الميل إلى الوسط. يعني عندنا الوسط والوسيط والمنوال، هاي مقاييس النزعة المركزية. بنضيف إليهن حاجة اسمها المئينات. هذه الإشي الجديد عليكم، أما سمعتوا في الوسط الحسابي وسمعتوا في الوسيط وسمعتوا في المنوال، صحيح؟ المئينات هي الإشي الجديد. نحاول ما نلعبش في الكتاب، بكون أفضل ونركز بكون أحسن إن شاء الله. طبعاً عندنا إحنا المقاييس النزعة المركزية بتنحسب لنوعين، مشاهدات أو مفردات، وفي جداول تكرارية. عليكم السلام. في جداول تكرارية زي تعود الفصل الثاني أخذناه، وفي مشاهدات. حنبدأ في الأول للمشاهدات وبعدين بنروح للجداول التكرارية إن شاء الله تعالى. بنحاول اليوم نخلص كل ما يتعلق بالمشاهدات، الوسط والوسيط والمنوال والمئينات، نحاول قد ما نقدر، لأنه هذا يعني المحاضرة أم ساعة ونص خلصنا فيها، فضروري أم الساعتين نكمل فيها. نبدأ أولاً للبيانات الأولية اللي احنا بنسميها المفردة أو المشاهدات. نأخذ أول حاجة الوسط الحسابي ورمزه إكس بار. إكس بار. إكس بار. طبعا عارفين انتو الوسط الحسابي لعدة مشاهدات بساوي مجموع القيم على عددها، معروف عندكم صح؟ مجموع الاعداد على عددها. يبقى الوسط الحسابي لعدة مشاهدات، لو قلنا المشاهدات هي اكس واحد اكس اثنين الى اكس ان، يعني زي ما اقول المشاهدة الاولى، لا مش إلى ما خليكم معي شوي، المشاهدة الأولى، المشاهدة الثانية، المشاهدة الثالثة إلى المشاهدة رقم N. لو عندي عشرة هتكون الـ N عشرة. فيش حاجة اسمها إلى ما لا نهاية، فيش حاجة اسمها. لما أقول ثلاث نقط يعني أقول المشاهدة الأولى والمشاهدة الثانية، افرضوا عندي عشر مشاهدات، حضرني ماشي لما أصل للمشاهدة رقم عشرة. فأنا بحط نقط إلى آخر، أنتوا فاهمين إيش النقطة الثانية؟ يعني المشاهدة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، بعدين تيجي العاشرة، هاي معناها ثقيلة، لا تعني إلى ما لا نهاية. لو بدي أقول ما لا نهاية بقول إكس واحد، إكس اثنين، نقط بس، بحطش حاجة بعد هيك، هذه معناها إلى ما لا نهاية. زي ما أقول الأعداد الزوجية مثلا اثنين، أربعة، ستة إلى آخره، فيش لها نهاية هان، هاي معناها إلى ما لا نهاية، لكن ما دام سكرت هان بعدد خلاص يعني اللي عندي الهان بنقف، ماشي الحال؟ فلما يكون عندي مشاهدات عددهم قديش هيك؟ ان ان النون هيك معلش صح؟ هذه ان، يبقى هذا عددهم ان، يبقى لما اقول هنا ل 10 يبقى عددهم 10، لو قلت لستة يبقى عددهم 6، لو قلت ل 50 يبقى عددهم 50، حلو الكلام؟ يبقى الان عدد المشاهدات. اذا الوسط الحسابي لعدة مشاهدات يساوي مجموع المشاهدات يساوي خارج قسمة، خلينا نقول خارج قسمة مجموع المشاهدات على عددها. وبالرموز وبالرموز بنقول انه الاكس بار، عشان في ناس ورا قاعدة نكتبها لفوق، اكس بار اللي هو وسط الحساب بيساوي مجموع الاكس اي على ان، مجموعها على عددها. ايش الاي؟ بديش ازود كلام ورموز وتخافوا من الشكل، بنقول الاي بتاخذ من واحد الى ان، عددهم قديش احنا قلنا هان؟ انا بدي امسح ابوها العشرة هذه، ها فيش عشرة خلاص، فيش عشرة، ان ان. وبالتالي لما بدي اكتب لكم القانون بالمفتشر بالسهل بالتفصيل، حيصير المشاهدة الأولى زائد المشاهدة الثانية زائد لما أصل إلى آخر مشاهدة أن على عددهن أن. واضح؟ طبعا
القوانين دائما بالرموز، لان بكتب قانون لاي مجموعه من المشاهدات، تمام؟ فضروري نكتبها بالرموز، لكن لما بدي اشتغل على 5 مشاهدات بكتب لها اكس 5، لو 10 لا فيش 10، لا اكس 7 بكتب لها اكس 10 و 7 وهكذا. حلو الكلام. يبقى الوصل الحسابي لعدد قيم يساوي مجموعها على عددها. مثال، احسب في الوسط الحسابي للمشاهدات 3 7 ناقص 5 4 0 وهي كمان 3. بغض النظر، تفضلي. سيجما، هذه سيجما، سميشن سيجما. مجموع على الاعداد اللي خلص. 3 زائد 7 زائد 5 زائد 4 وعلى عددها هي 3. 1 2 3 4 5 6 على 6. نقول الحل اكس بار بيساوي مجموع المشاهدات على عددها. بدك تحط يحط بتكيش بلاش، بتقولي 3 زائد 7. لو قلت زائد ناقص زائد، هي المفروض هيك زائد 4 زائد 0 زائد 3 على 1 2 3 4 5 6 على 6. هذه لو حطيناها موجب في سالب، لو حطيناها ناقص 5 على طول بيمشي الحال. وبالتالي هذول 10 ناقص 5 5 و4 9 9 و3 12. انا متعمد يعني يطلع 12 على 6 ويساوي 12 على 6 ويساوي 2. تمام، هاي الوصل الحسابي هنا خلصنا. طب لو قال احسب الوصل الحسابي للاعداد التاليه 7 و3، ايش الوصل الحسابي؟ 7 زائد 3 على 2، مجموعنا على عددهم بيطلع قديش؟ 5 10 على 2 5. تمام. طيب لو قلنا كمان هاي 5، ايش الوصل الحسابي لهم؟ مجموعهم على 3 15 على 3 بيطلع 5، صح؟ وهكذا. يبقى الوصل الحسابي لاي مجموعه من الاعداد مجموعها على عدد. خلصنا، هاي الوصل الحسابي خلاص. طبعا هذا السؤال المباشر، لو بدنا نصعب يعني نخلي السؤال فيه حاجه نفكر فيها، مثلا او اعطيك الوسط وعددهن، اقول لك قديش مجموعهن، اعطيك الوسط والمجموع قديش عددهن. هو خلقت هالقانون 1 2 3 المجموع والعدد والوسط. لو تنتين مجهولات بقدر اجيب الثالثه، بحكي بقول بقدر مش بنقدر، انا عارف انه مش الكل بيقدر، صح؟ ناخذ بالنا لان الكلام بسيط. يعني مثلا اشيل هذا خلاص، أنا لما يكون عندي ألف تساوي باء على جيم، أنا عارف بتحبوش أنتوا الرموز ولا بتحبوا الرياضيات، بغض النظر حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. ألف بتساوي باء على جيم، زي ما أقول لكم، زي ما أقول الأربعة بتساوي 8 على 2، صح ولا لا؟ نفس الفكرة. فهنا بنيجي بنعمل، بعتبر هذه على 1 وبضرب ضرب تبادلي، باء في 1 يعني باء بتساوي ألف في جيم، تمام؟ تماما. قولي هان 8 في 1 بتساوي 4 في 2، صح؟ أكيد. فهذا في هذا بيساوي هذا في هذا، ألف في جيم بيساوي باء في 1، هذه العلاقة، تمام؟ فأنا الآن لما يكون عندي وسط حسابي هيها 1 2 3، لو حطيت هذا على 1 وعملت المقص بصير عندي مجموع الإكس آي إيش بيساوي؟ أن في الإكس بار، صح ولا لا؟ عددهن في وسط الحساب، هي علاقة. طيب من هذه العلاقة لو إحنا نمسح هذه بس، هذه العلاقة معطياني قيمة ألف إيش بتساوي، صح؟ إيش قال لي ألف بتساوي؟ باء على جيم. طب لو بدي من هنا جيم إيش بتساوي؟ هاي جبنا ألف هاي باء، طب بدي جيم إيش بتساوي؟ بقسم على إيش؟ على ألف. هيها مين اللي ملزق في جيم؟ بدي تخلص منها، هان على ألف هان على ألف، راحت هذه مع هاد بضل باء إيش؟ طبعا في الرياضيات دائما بنقول بشرط إنه ألف لا تساوي الصفر عشان اجوز القسم عليها، وهان لازم اقول بشرط انه جيم لا تساوي صفر، بغض النظر. فانا الان عندي بهذا السؤال
تمام؟ ألف بتساوي باء جيم بقى ضرب التبادلي. فأنا لما يكون عندي الوسط بيساوي المجموع على العدد، وأجاني سؤال بيقول لي مجموعة من المشاهدات وسطها الحسابي 11 ومجموعها وسطها الحسابي 11 مجموعها 33، فما عددها؟ ما عنديش إلا قانون واحد، ما بدهاش أقعد أرفصها غرقت في شبر ماي نغرق، هو قانون واحد بكتب وبشوف. الوسط الحسابي بيساوي مجموعهن على عددهن، صح؟ عوضي إيش معروف عندك؟ هذا لمين؟ يبقى هاي 11 بيساوي هذه إيش؟ يبقى هاي 33 على مين؟ حساب عرب 33 على إيش بيطلع 11؟ على 3، أن بثلاثة وخلص رايح راسي، صح؟ لكن المفروض في الرياضيات إيش بعمل؟ ضرب تبادلي. أن في 11 أو 11 في أن بتساوي 33 على 11 على 11 هاد مع هاد يبقى أن بتساوي 3 وهو المطلوب، صح؟ أعطاني الوسط وأعطاني المجموع، بده العدد. ممكن يعطيني العدد ويعطيني الوسط ويقول لي قديش المجموع، صح؟ شايف مني؟ طب في مكان تاني غاد قاعد هنا مش ضروري صحيح، لانه هنا اخر حد هنا مسموح لي ارجع ورا كمان، احنا قاعدين من ما علينا. واضح انا ايش بنقول؟ مجموعها على عددها هي قانون الوسط، اي حاجه مجهول بنعمل حكايه المقص، وبتحبوش المقصات انتو، فبنحاول نجيب احنا اسئله مباشره. طب هذا هو الوسط الحسابي، في ملاحظات وفي مزايا وعيوب وابصر ايش مش هنتطرق لها الان. في عندي ملاحظتين تبعت للوسط الحسابي، واحده خاصه بالوسط الحسابي وواحده عامه لكل مقاييس النزعه المركزيه. حقول الخاصه بالوسط الحسابي وبعدين برجع للملاحظه الثانيه. طيب هاي الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، خلاص؟ طيب كمان سؤال نشوف. 7 3 0 - 4 5 هاي 10 1 11 11 وهاي 1 12 12 على 6 وسط الحسابي قديش؟ الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددهن، عددهن 6 صح؟ ومجموعهن قلنا 10 1 11 1 12 6 بيطلع قديش؟ 2. مش دائما بيطلع 2 لانه مرتين طلع معنا، بهمش هالمره. الوسط الحسابي 2. في عندنا قاعده خاصه بالوسط الحسابي بتقول، اللي هي ملاحظة أو خاصية للوسط الحسابي فقط، مجموع انحرافات القيم أو المشاهدات عن وسطها الحسابي يساوي 0. مجموع انحرافات المشاهدات عن وسطها الحسابي يساوي 0. أوكي طيب أمسح هذا خلاص. ماذا يقصد بالانحراف؟ الآن انحراف المشاهدة عن الوسط الحسابي بتساوي المشاهدة ناقص الوسط. كلمة انحراف يعني ابتعاد، قديش المشاهدة بتبعد عن الوسط الحسابي. في مشاهدات بتكون على يمين الوسط الحسابي وفي مشاهدات على شماله، عشان اعرف مين على يمين وعلى الشمال هاي الانحراف بحدد لي. اذا كان الناتج موجب يبقى المشاهده على يمينه يعني اكبر منه،
إذا الجواب سالب يبقى المشاهدة على الشمال. مش مهم كثير التفسير، المهم هاي عندي أنا مشاهدات وهي الوسط الحساب. بدي أشوف إيش انحراف السبعة عن وسط الحساب قديش. طيب هاي المشاهدات، أقل قيمة عندي السالب 4، وبعدها الصفر، وبعدها الواحد، وبعدها 3، وبعدها الخمسة، بعدها السبعة. هاي المشاهدات اللي عندي صحيح؟ طيب وين الوسط الحسابي؟ هاي يوهان، هاي الوسط الحسابي اللي هو الاثنين أو الإكس بار. حلو الكلام؟ الواحد قديش بيبعد عن اثنين؟ أكم وحدة؟ وحدة واحدة. على يمين ولا على شماله؟ على شمال. دائما على شمال قلنا بيطلع بالسالب، لأنه واحد ناقص اثنين سالب واحد. الواحد هو المشاهدة. أنا بدي من اليمين مش مشكلة، لو بدت من الشمال المشاهدة ناقص الوسط الحسابي. السبعة قديش تنحرف؟ المسافة بين هذا وهذا 5. بنقول 7 ناقص 2 قديش؟ 5. الثلاثة قديش انحرفها عن الاثنين؟ 1. طيب الصفر قديش انحرفها عن الاثنين؟ سالب 2. كمان مرة، لما الهدوء يعم معناه البلا طم زي ما بقولوا، ما فيش مش مركزين. نفهم كمان مرة، أنا عندي هذه مشاهدات صح؟ أكم مشاهدة؟ 6، عددهم 6، وسط الحسابي 2، بدي حاجة اسمها مجموع الانحرافات واحدة واحدة، بدي انحرافات المشاهدات بعدين بجيب مجموعها، هاي رجع بجيب في الانحرافات بعدين بجمعها. فأنا بدي أعرف إيش يعني انحراف المشاهدة؟ هي المشاهدة ناقص الوسط، فأنا بحسبهم واحدة واحدة وفي الآخر بجمعهم، تمام؟ بدي أجيب انحراف الأولى عن الوسط، انحراف المشاهدة الأولى بساوي المشاهدة الأولى ناقص الوسط، فأجيت قلت السبعة ناقص الاثنين هيها، وكتبت 5، اللي بعدها 3 ناقص 2 1، الصفر ناقص 2 سالب 2. هدول ايش اسمهم؟ انحرافات. أنا قاعد بجيب الانحرافات قديش ببعدين عن الوسط. خلاص خلصت من الصفر. بعدين السالب 4 قديش تبعد عن 2؟ سالب 6. اطلعوا فعلا الآن من هان لهان 4 وحدات ولا لا؟ ومن هان لهان أسف لاثنين وحدتين، هاي وحدتين هان وأربعة هان، هاي الستة بس على الشمال، فطبيعي تطلع بإيش؟ بالسالب. طيب بعد هيك الخمسة، خمسة قديش تبعد عن 2؟ 3. الأخير الواحد قديش بيبعد عن 2؟ سالب 1. تعالوا اجمعوا الموجبات مع بعض والسالبات مع بعض، هتلاقوا قد بعض بالضبط. هاي 5 و1 6، في كمان موجب وهي 3، قديش هدول؟ 9. طب والسالب؟ هاي واحدة وهذه، هاي سالب 8 وسالب 1 سالب 9، لو جمعناها مع بعض بيطلع 0. هاي معنات القاعدة، مجموع انحرافات القيم عن وسط الحساب يساوي 0. إذا أنا بقدر أقول لو جيت قلت هذه بدل الفاصلة أعمل زائد، وهان زائد 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 زائد، هاد طبيعي لازم يطلع إيش؟ لازم يساوي الصفر. فهيك القاعدة بتقول مجموع الانحرافات عن الوسط بيساوي 0. بكون في عندنا غلط أكيد. كمان شغلة بدي أقول لكم، هدول المشاهدات، هدول الأرقام هن الناتجات، هدول اسمهن الانحرافات، مجموع الانحرافات هن اللي 0 صح؟ أوكي تمام؟ بدي أعطي سؤال على الكلام هذا. هاي مشاهدات، هاي وسطها الحسابي، جبت انحرافات القيم عن وسط الحسابي وجمعت الانحرافات لقيته بيطلع قديش؟ 0. جمعنا هدول مع بعض طلع الجواب النهائي عندي قديش؟ 0. بيعبروا عن هذه القاعدة زي الشكل اللي قدامي تماما، بيكتبوا كالتالي: مجموع أبصر مين بيساوي 0، مجموع إيش؟ المشاهدة ناقص الوسط، حيث الآي من 1 ل6 في سؤالنا. ايش يعني المشاهدة الأولى ناقص الوسط؟ هيها زائد شو السيجما اختصار للجمع، زائد المشاهدة الثانية ناقص الوسط، زائد الثالثة ناقص الوسط، زائد وهكذا لما خلص. هاي معنات هذه القاعدة. حلو الكلام؟
مجموع انحرافات القيم عن وسط الحساب يساوي صفر. خلصنا. هذه ملاحظة خاصة بمين؟ بالوسط الحساب. طيب نشوف سؤال عليها كمعلومة بس نشوف ثبتت المعلومة ولا لا. صح ولا غلط؟ القيم بلاش التالية نكتبها وخلاص. 3 7 4 1 تمثل بعدين تمثل انحرافات 4 مشاهدات عن وسطها الحساب. صح ولا غلط؟ خدوا بالكم هذول عبارة عن إيش أنا كاتب؟ هذه انحرافات. طبعا انحرافات الأرقام كتبناها تحت مش المشاهدات الأصلية. هذه أنا بقول هذه انحرافات. صح ولا غلط؟ مئة في المئة. لا ما دام هذه انحرافات لازم يكون مجموعها صفر. هيك القاعدة بتقول. لو فعلا هذه انحرافات كان لقينا مجموعها قديش؟ صفر. ما دام مش صفر يبقى غلط. خلصت. هذا واضح؟ طيب لأن الثلاثة ناقص 7 + 4 + 1 تساوي 1 لا يساوي صفر. صح؟ لازم يساوي الصفر. لازم تساوي الصفر. طيب سؤال ثاني خليه برضو صح وغلط. إذا كانت 3 و5 2k و0 أي في شيء خليهن 4 4 انحرافات 4 مشاهدات عن وسطها الحسابي. كلنا تفاجئنا معلش. صح ولا غلط؟ إذا كانت هذه هي انحرافات 4 مشاهدات عن وسط الحسابي، قيمة كي برضو 4 عددهن 4 وعشان في رقم 4 نكتب 4 مش عارف. صح ولا لا؟ ها؟ نقليني. 8 + 2k أيوة المفروض الحل أقول بما أن 3 + 5 + 2k + 0 المفروض هذه الانحرافات يبقى مجموعها يساوي صفر. كويس. 2k + 8 بتساوي صفر. 2k بتساوي ايش؟ -8 2 × 2 يبقى k بتساوي ايش؟ -4 يبقى العبارة ايش؟ غلط. المفروض يقول لي -4 مش 4. أعيد ثاني؟ بعيد. ما أنا بشوف للأسف عينيك وعادي يعني لحالي بعيد من غير ما تحكوا. تحتاجوش يعني. كمان مرة ها نحن بندعي مش مدعي أنا معطيك معلومة إنه هذه ايش؟ هي انحرافات عن الوسط. ما دام انحرافات هي ما فيش غير هالقاعدة. مجموع الانحرافات عن الوسط بيساوي صفر. ما دام هذه الانحرافات يبقى لازم مجموعها يساوي صفر. بروح بجمعها وبسويها بالصفر. صار سؤال معادلة من النوع البسيط. أنا عارف فيش عندكم نوع بسيط أنتم في الرياضيات لكن هي أبسط نوع في المعادلات بخذوها في سادس. زي ما أقول لك 2s - 4 بتساوي صفر. كيف بنحلها؟ ننقل الأربعة مع تغيير الإشارة. صح؟ بصير 2s بتساوي 4 وبعدين على 2 × 2 وسين بتساوي 2. نفس الفكرة هاي اللي قلناها بس بالإنجليزي نفسها. 2x - 4 بتساوي صفر. يبقى 2x بتساوي إيش؟ 4 × 2 × 2 يبقى إكس بتساوي 2. ترجمة translation هاي. صح؟ أنتوا بس بتخافوا من المنظر مجرد إنها معادلة. لا مش معادلة كلام بسيط. صح؟ نفس الكلام. الآن أنا عندي مجموع الانحرافات بيساوي صفر. بجمع الأرقام الـ2K بتنزل لحالها.
يبقى تطلع عندي ايش؟ 2 كي زائد 8 بتساوي 0، بنقل ال 8 بالسالب على 2 على 2 يبقى كي سالب 4. واضح؟ يبقى مفروض الكي تطلع عندي سالب 4 مش 4، يبقى العلاقة خطأ. تمام؟ طب لو حط لي بدل الصفر كي ويقول لي شوي شوي بس شوي بس بطل صح وغلط، فأوجد قيمة كي. فما قيمة كي؟ نفس القاعدة. إيشن هذول؟ هذول إيشن؟ لا لا، هذه الانحرافات. وإيش القانون تبع الانحرافات بقول؟ مجموعها صفر، مش اللي تساوي، مجموعها صفر. عشان نحكي نكون دقيقين شوية، يبقى لازم مجموعها يساوي صفر. ممتاز. يبقى بما أن هذا زائد كي لازم يساوي إيش؟ صفر. يبقى 8 زائد 3 كي بتساوي صفر. طبعا هان 2 كي وهنا في ضمير مستتر تقديره واحد، صح؟ بصير 2 كي و1 كي 3 كي. فبخلي ال 3 كي هان وبود ال 8 بتجينا بإيش؟ بالسالب. بعدين على 3 على 3 يبقى كي بتساوي سالب 8 على 3. مش ضروري يطلع عدد صحيح يعني. هذا واضح؟ قولي من وين جت ايش؟ 8 3 زائد 5 8 مظبوط. 3 زائد 5 8 مظبوط. 3 و5 8. طيب الرموز تاعت الجبر بيجمعوا المعاملات، بيجمعوا المعاملات والرمز واحد. يعني ايش مثلا؟ لو عندي 3 طاولات هان و5 طاولات هان كلهن على بعض صارن 8 طاولات. مش بدي اقول طاولتين وثلاث طاولات خمس طاولة تربيع، فيش حاجة هيك. اللي بيحصل في المخزن ملوش دخل في الجبر بالمرة ولا بفهم في الجبر. بقول له عد كم كرسي عندك، بعد بلاقي بقول له سجن عندك هاي ستة هان وسبعة غاد واثنين هان، بيجمع اثنين وسبعة وستة، بيجمعش اثنين سين زائد سبعة سين 42 سين تربيع ولا 13. فيش في الجمع، ما فيش أسس. الأسس لها علاقة بالضرب. أنا بجمع كي وكي، 2 كي و1 كي 3 كي بس. واضح؟ والأعداد 3 و5 8 والكيات هذه هيك. لو كانت بالسالب بقول 2 ناقص 1. يعني لو 2 كي أو 3 كي هن وناقص كي، هذا عبارة عن 3 ناقص 1 بس كله إيش؟ كي. كأن لله في الجبر طبعا، يعني كأن أخذنا الكي عامل مشترك، صح؟ والمعامل ناقص المعامل، بس إحنا ما بدناش نضخم الأمور. أوكي، فبنجمع المعاملات فقط. 3 و5 8 2 كي 1 كي 3 كي تساوي 0. بنخلي الثابت وبننقل الثاني على الشقه الثانيه مع تغيير الاشاره. هاي كمان ناقص 6. كويس، وين المشكله؟ ايش اسم هذول؟ هذول انحرافات. يبقى مجموعهن صفر. يبقى ناقص 6 زائد 3 زائد 5 زائد 2 كي زائد كي تساوي صفر. يبقى بجمع الكيات مع بعض 3 كي والأعداد 8 ناقص 6 زائد 2 تساوي صفر. بنقل 2 3 كي تساوي سالب 2. طبعا لما تجمع الأرقام هذه على الآلة الحاسبة أحسن، ها؟ ما تشغليش مخ كتير، ما تركنوش على عقولكم، تركنوش عن جد على الآلة الحاسبة بس، خذوا بالكم حتى الجمع. يبقى على 3 على 3 كي بتساوي سالب 2 على 3. تمام، خلصنا هذه بزياده. هذه الملاحظه الخاصه بمين؟ بالوسط الحسابي لحاله. في عندنا ملاحظه ثانيه اللي هي لها علاقه بكل مقاييس النزعه المركزيه اللي لسه ما اخذناهاش، فاحنا خلينا ناخذها وبعدين بنشوف ايش الملاحظه الثانيه. بدنا ناخذ الان ان شاء الله المنوال والوسيط، او الوسيط والمنوال، تزعليش. بدنا ناخذ المنوال قبل، بدي اخذ المنوال بعدين برجع للوسيط. الجداول هذه بعدين، بعد ما نخلص هذا بننقل هذاك، ان شاء الله بضل معنا وقت. الان رقم 2 بدي اخذ المنوال للبيانات الاوليه. المنوال ورمزه ام او، اختصار لكلمه مود.
المنوال. المنوال موضوع بسيط جدا، هو المشاهدة الأكثر تكرارا بين المشاهدات، الإيش؟ الأكثر، فيها مفاضلة أو تفضيل أو زي نقول مبالغة، متكررة أكثر من غيرها، هو المشاهدة الأكثر تكرارا أو شيوعا، بعض الكتب تقول الأكثر تكرارا بين المشاهدات. بس نقطة ورمز أم أو. عين المنوال في حاضر بنفع، عين بنفع في الحالات التالية. مين اللي بيقول أوجد؟ أنا جالس عارف الصوت جاي من الشقة هذا، بس ليش بنفع عين ولا لا؟ حدد، أوجد، احسب إلى آخره. طبعا مفردات كثير. الحالات التالية: 1 2 7 ناقص 5 3 7 4. المنوال هو 7. كم مرة تكررت؟ مرتين. أكثر واحدة تكررت، البقيات مرة مرة، صح ولا لا؟ أوكي أوكي. عادة لو أنا حطيت المفردات هذول على خط الأعداد، مثلا عندي أحط هنا السالب 5 وأحط 2 والثلاثة والأربعة والسبعة، هذول الأرقام أو المشاهدات، التكرار أكم مرة تكررت؟ مرة، مرتين، ثلاثة، صفر. طبعا صفر ما الناس فيه. الاثنين أكم مرة تكررت؟ مرة، يبقى هاي مرة. الثلاثة مرة، الأربعة مرة، السبعة مرتين، زي الزفت زي الزفت. اثنين. السالب 5 مرة واحدة. فلو عملنا هيك وصلنا بينهن، حلاقي عند السبعة في قمة، أعلى حاجة عند السبعة. إيش أنا أعلى حاجة؟ يعني تقابل تكرار أكبر من التكرارات الأخرى، فبكون هي إيش؟ المنوال. عادة عادة بلزمناش هذا الرسم. لما يكون عندي أنا تمثيل بياني لأي منحنى، القمة معناها وصلت أعلى تكرار، فتحتها بكون المنوال. وين في قمة في رسم؟ بكون تحتها مين؟ القيمة اللي هان هي اللي أخذت أعلى حاجة، إذن هي الأكثر تكراراً فهي المنوال. يبقى في ممكن الرسمة تكون فيها أكثر من منوال، صح؟ زي رسمة القلب ولا بصريش التخطيطات، زي اللي هي رسمة الجيب والجثة والحاجات هذه، يكون أكثر من منوال. ما علينا ما علينا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثلاثة، اثنين، خمسة، صفر. مين أكثر أرقام تكررت؟ الثلاثة والخمسة. يبقى عندي منوالين، المنوال الأول الثلاثة والمنوال الثاني الخمسة. بنفع يكون منوالين وثلاثة وأربعة، فيش مشكلة. واضح؟ رقم ثلاثة، اثنين، سبعة، خمسة، سبعة، اثنين، خمسة، اثنين وسبعة. الثلاث مناويل، صح؟ بس كلمة منوال تجمعش مناويل، منوالات. بس احنا ما فيش منوال، فيش منوال. هان وين بدك حط كلمة الأكثر؟ مين أكثر واحد؟ ما حدش أكثر من الثاني، صح؟ ما دام فيش واحد أكثر من الثاني، إذن لا يوجد منوال. إذن هذه الحالة بنقول هنا لا يوجد، لا يوجد منوال، لا يوجد منوال. كلهن نفس التكرار طبعا، في هذه الحالة لا يوجد. خلاص هاي المنوال. يبقى خلصنا الوسط الحسابي وأخذنا المنوال. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهن، والمنوال هو الأكثر تكرارا. في أكثر منوال. انا عارف. بس يعني مش هتكون منظر منوال، بتكون هي للناس دي والبقيات على سطر واحد. لكن على التعريف ما نقول انه اكثر منه، لانه هو الوحيد المتخلف، صح؟ اوكي.
خلصنا المنوال، نيجي للوسيط. الوسيط ورمزه ام اي اللي هو ميديان. ثلاثة ام اي الميديان الوسيط. اسمع، مش بيقولوا مالتي ميديا وسائط ولا لا؟ صح، ميديا وسيط. الوسيط تعريفه هو القيمة أو المشاهدة. طبعا مش دائما بكون واحد من المشاهدات، زي ما شفنا في المنوال، المنوال كان واحد منهم. مين اللي تكرر أكثر واحد؟ مثلا في الأولاني كان الاثنين، في اللي بعده كان الثلاثة والخمسة، صح؟ فالمنوال بيكون واحد منهم، لكن الوسيط ولا الوسط الحسابي بيكون دائما هو واحد من الأرقام. احنا بنجمع وبنقسم، ايش ما يطلع يطلع، احيانا بيطلع كسور ولا لا؟ واضح، وارد جدا. الوسيط هو القيمة أو المشاهدة التي تتوسط المشاهدات بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا. لو جبت 9 مشاهدات ورتبت، هذول مرتبات 1 2 3 4 على ما صار لـ9، مين القيمة اللي تيجي في النص؟ مين القيمة اللي بتيجي في النص؟ أشاركم مبينة، ما أنا بقول لكم 9، هاي أنا رافع هذا مسكره، هاي هيك كويس هيك 9، مين في النص؟ الخامس. أكم مشاهدة قبله وكم مشاهدة بعده؟ يبقى هو بيجي عدد المشاهدات التي تقل عنه يساوي عدد المشاهدات التي تزيد عنه. واضح؟ فالوسيط هو القيمة أو المشاهدة التي تتوسط المشاهدات بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا، بحيث يكون عدد القيم التي تقل عنه يساوي عدد القيم التي تزيد عنه. حلو الكلام؟ فلو كان عددهم 10، مين في النص؟ الخامسة والسادسة. بفعش لأنه 5 قبل و5 بعد، فبيجي في النص، بيجي بين الخامسة والسادسة، عشان يكون هو لازم يكون قيمة. واضح؟ زي الوسط، زي الوسيط، زي المنوال، هو قيمة. فهذه القيمة اللي تيجي في النص، طب أنا عندي 10، هيجي بين الخامسة والسادسة. طب لو عندي 8، بين الرابعة والخامسة. طب لو عندي 6، بين الثالثة والرابعة. طب عندي 4، طب عندي 2، في النص بين الأولى والثانية، صح؟ وهكذا. فأنا حكيت التعريف، بديش أكتبه. الوسيط هو القيمة أو المشاهدة التي مكتوب، ما فيش أذكر ولا أعرف، إحنا مش هنقول بس نفهم. الوسيط هو القيمة أو المشاهدة التي تتوسط المشاهدات بعد ترتيبها. أهم حاجة لا تكون مرتبة، ما رتبتش حلي غلط. يعني أجي أعطيك مشاهدات أقول لك 6 8 ناقص 3 0 4 11 5، تروح تقول هي الصفر، 3 قبل و3 بعد. في كثير بيقعوا هيك الغلط غلط، انا مش عارفه لسه ايش لازم اعمل في الاول. بعد ترتيبها لازم ارتب في الاول، بعدين ادور على في النص. بنرتب، احسب بالوسيط للمشاهدات اللي قدامي. بدنا نرتب الحل، نرتب المشاهدات تصاعد التنازل زي ما بدك، من الشمال لليمين، سالب 3 وبعدين الصفر وبعدين الأربعة بعدين الخمسة بعدين الستة بعدين الثمانية بعدين الـ11. واحدة 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 واحدة، مين اللي في النص؟ بس هاي في الامتحان اعمل هيك، قولي ام اي بيساوي 5. واضح؟ تمام. هذا لو عدد فردي بيطلع واحد منهم، واحد منهم. لو زوجي بيطلع قيمتين في النص، فيش وسطين، في اسم من قيمتين وسطيتين بجيبهن وباخذ القيمه اللي بينهن، او بالاصح وسطهن الحسابي. ما علينا الكلام الكثير عشان اعملكم اياه عملي الان. هنا بكون ايش؟ المشاهدة الخامسة. قديش عددهن هن؟ قال المشاهدة الخامسة، المشاهدة الرابعة، عددهن 7. طب لو كان عندي 9، المشاهدة رقم قديش؟ 5.
طيب لو كان عندي سبعة الرابعة الرابعة ها هاي الرابعة ثلاثة قبل وثلاثة بعد صح الرابعة شايفين سبعة بتطلع الرابعة طب لو تسعة خمسة طيب لو ثلاثة الثانية الثانية في النص شوفوا لما يكون عدد فردي واسألكم اجمعوا واحد وقسموا على اثنين تعرفوا المشاهدة الرقم قديش كمان مرة لما أقول عندي تسع مشاهدات تسعة واحد عشرة على اثنين يبقى الخمسة فعلا هي الخمسة صح لما أقول سبعة سبعة اجمع واحد ثمانية على اثنين هتلاقي فعلا الرابعة صح إذن هو المشاهدة الرابعة طبعا بعد ما رتب هاي أنا عندي هنا قديش ثلاثة وأربعة هذول سبع مشاهدات برتب وأنا عارف إن هتطلع الرابعة لأن سبعة زائد واحد أيوة بقول هو الوسيط هو لو كانت الأن فردي إيش يعني الأن عدد المشاهدات لو فردي بكون الوسيط هو إكس اللي رقمها أن زائد واحد على اثنين بيساوي الميديان مفروض إكس سمول هذا مش إكس كابيتال إكس سمول هو المشاهد اللي رقمها أن زائد واحد على اثنين أنت أكره معك الرموز أنا بعرف شوي شوي إكس أن زائد واحد على اثنين يعني لو قلت لك عندنا 11 مشاهدة ومرتبات ست صحيح ل 11 واحد 12 على اثنين يبقى المشاهدة رقم ستة المشاهدة رقم ستة مش الستة نفسها المشاهدة السادسة صح أي عندي سبعة فبقول هان الميديان المفروض يسوي لي إيش المشاهدة رقم سبعة زائد واحد على اثنين يعني المشاهدة الرابعة اللي هو قديش واحد اثنين ثلاثة أربعة سواء من هان ولا من هان واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان هيك بقول لك تصاعدي أو تنازلي اللي في النص بضل في النص صح طيب لو كان عندي الأن زوجي شوية بس شوية أمسح حال ونشوف لنا مثال تاني لما يكون عندي عدد المشاهدات عشرة قلنا مين في النص خامسة والسادسة صح طب إحنا لو قلت لك الخامسة اللي جنبها السادسة لو قلنا الرابعة يبقى والخامسة يعني لو كان ثمانية تكون الرابعة والخامسة طب لو قلت ستة ستة على اثنين يبقى ثلاثة وأربعة لو قلت 12 على 2 السادسة والسابعة صح وبالتالي لما يكون عندي أربع مشاهدات مين اللي في النص ثاني والثالثة اللي هي 4 على 2 واللي بعدها 4 على 2 واللي بعدها صح لو قلت عندي 100 مشاهدة مرتبة ترتيب تصاعدي مين اللي في النص المشاهدة رقم 50 واللي بعدها اللي هي 51 حلو الكلام تمام وبالتالي الآن أقول لو كانت أن زوجي حيكون الوسيط كالتالي الوسيط حيساوي خليكم معي بس عشان أجيب طب ما هو الوسيط هو قيمة واحدة بس أنا قاعد بقول لكم لما يكون عشرة بدي أجيب الخامسة والسادسة أجمعهن وأقسم على اثنين عشان أجيب اللي بينهن اللي هو إحنا بنسميه وسطهن الحسابي لأنه مجموع تنتين على عددهن وسط حسابي مش هو مجموع القيم على عددها مجموع قيمتين على اثنين هي وسط الحسابي فأنا بدي أجيب القيمتين اللي في النص وأقسم على اثنين فبدي يكون الوسيط هو هاي على اثنين عدد المشاهدات عندي إيش زوجي يبقى أول مشاهدة هي إكس اللي رقمها أن على اثنين طبعا بتحبوش الرموز كمان مرة عندي أنا عشر مشاهدات هاخذ مين ومين من وين جبتوا الخمسة عشرة على اثنين فالمشاهدة الأولى هي الخامسة عشرة على اثنين خمسة يبقى المشاهدة الخامسة زائد أجيب التنتين في النص مين اللي بعدها إيش بعد الخامسة إيش بعد الاحداش الاثناش إيش بعد السبعتاش تمنتاش بزود واحد يبقى إيش مكانت هذه إكس أن على اثنين زائد واحد ببعده بكتبهاش زي هاد في فرق
لا هان بحطن كلهن على خط واحد، لكن هان ايش ما يكون الرقم هاي من القصد، ايش ما يكون زودوا له واحد بس مش اكثر. بجيب التنتين في النص بجمعه وبقسم على اثنين بعطيني الوسيط. طبعا بالرموز بكون اعقد من الحل العملي، وبالتالي لو جيت قلنا احسب الوسيط للمشاهدات 2 4 8 13 25 4 كمان 4 هي حتطلع الأربعة عشان تكررت، بديش اكررها. وهي 7 وهي 16 مثلا 1 2 3 4 5 6 7 وهي 10. ايش لازم اعمل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي. هالحين الحل هذا القانون خلص ها، اكتبه هان عشان اعرف انه الوسيط هو الوسط الحسابي للمشاهدتين اللي في النص ان على 2 والان على 2 زائد 1. طيب الحل نرتب، هبدا ايش 2 4 7 8 10 13 16 اتاكد 1 2 3 احيانا ممكن اتاكد انا ارقم اعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. عددهم قديش؟ يبقى اكس 8 على 2 المشاهده الرابعه، يبقى هروح اجيب الرابعه، الرابعه واللي جنبها الرابعه والخامس لانه هذه ان على 2 4 و1، يبقى هجيب المشاهده الرابعه. مش هذا يقول لي 4 زائد 5 على 2 غلط، مش 4 زائد 5، المشاهده الرابعه زائد المشاهده الخامسه. بالعربي انتم حساب عرب احسن حاجه، رقم مع رقم، واحد مع واحد، واحد مع واحد. لو فردي كان لما اخبي هذول بضل واحد في النص، بقول هاي الوسيط ضل عندي في النص قديش؟ تنتين. بقول مباشره الوسيط بيساوي التنتين اللي في النص وقسم على 2 بيطلع 18 على 2 يساوي 9، يبقى الوسيط 9. لو حطينا 9 بلاقيه بيقع في المنطقه هذه صح؟ اكم مشاهده اصغر منه؟ وكم مشاهدة أكبر منه؟ 4. وهذا هو مفهوم الوسيط، هو القيمة التي توسط المشاهدات بحيث بعد ترتيبها بحيث يكون عدد القيم التي تقل عنه ساوي عدد القيم اللي بتزيد عنه. خلصنا هيك الوسط والوسيط والمنوال. كمان مرة على السريع، الوسط الحسابي إيش بيساوي؟ مجموع القيم على عددها. المنوال الأكثر تكراراً، مين اللي تكرر أكثر؟ أكثر واحد. الوسيط برتب وبجيب في النص، لو واحدة كان بها، لو تنتين بجمعهن وبقسم على اثنين. واضح؟ هاي خلاصة الكلام. طيب قلنا ميزة أو خاصية خاصة بالوسط الحسابي إنه مجموع الانحرافات عن الوسط بيساوي صفر، وأخذنا عليها أسئلة وفكينا منها. الآن أقول ملاحظة ترتبط بالكلام هذا كله، بالوسط والوسيط والمنوال. وبعد ما نخلص ان شاء الله بنروح على المئينات. لسه ضايل معنا ساعة صح؟ طيب الحمد لله. ضايل معنا ساعة، ربنا ببارك في الوقت. نعم ساعة. 12. احنا بدينا قديش اصلا؟ هذا احنا لو بدينا على 10 بالضبط. صح؟ مش مشكلة. هاليوم بهمش، في الاسبوع بهمش. خلينا نكمل عشان ما يضلهم يقطعوا لنا في البتاع، يقطع في البث، خلي المقطع ما يضلش فيهم يعني يتغلبوا، نسهل عليهم. اوكي الان لديك المشاهدات التاليه 7 2 ناقص 3 5 2 4 1 2 3 4 5 6 نحط كمان رقم وبديش كسور عشان نتسهل بس مش اكثر 9 ستة ستة 11 11 17 17 وهاي 4 هاي كمان 4 هاي 4 كويس 1 2 3 4 5 6 7 صح؟ بدي الوسط والوسيط والمنوال. الوسط والوسيط والمنوال احسب، بدي احسب الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عدد. ما فيش داعي تكتبي لي 7 زائد 2 ناقص 3 زائد 5،
خلص هايو على عدد 1 2 3 4 5 6 7 على 7 اجمع 7 و2 9 ناقص 3 6 و5 11 و2 13 و8 21 شفتون انا بحسب فيها يبقى الوسط الحسابي قديش هذا الاكس بار تمام الان ذي بالمنوال هاي الوسط الحسابي المنوال ام او ايش بيساوي يبقى منوالين صح الان بدي اجيب الوسيط بدنا نرتب اهم حاجه ابدا بايش هاي نقطتين فوق نقطتين فوق بعض ما حطيتش يساوي استنى شو افهم ايش بقول حطيت نقطتين فوق بعض ما حطيتش يساوي لاني مش عارفه لسه صح فانا نرتب هنحط سالب 3 2 و2 وبعدين 4 و4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 تمام مين في النص 7 7 1 7 1 8 2 يبقى المشاهده الرابعه 1 2 3 4 هاي الأربعة يبقى بنقول احنا هان ام اي بيساوي 4 او زي ما قلنا خبر رقم مع رقم رقم مع رقم رقم ايش ضل بنضل في النص 4 خلص هي الوسيط لو ضل عددين بجمعهن وبقسم على 2 ها فيش كلها بيانات هذه ما تسيبش ولا حاجه بنحطها هي الوسط وهي الوسيط وهي المنوال تمام طيب الان الملاحظه اللي بدي اقولها على فرض هذه علامات الطلاب من 10 اكبر علامه 7 من 10 فانا بدي اعدل العلامات بنزود شويه فانا بدي ازود لكل واحد فيهم 3 علامات عشان الاولانيه هذيك تصل للعشرة من 10 والباقي بدنا نشوف الوسط والوسيط والمنوال بلاش احكام مسبقه او مسبقه نسمع للاخر بدي اضيف لكل مشاهد 3 اشوف هل تتاثر يا يا لا طب واذا تاثرت كيف تاثرها نشوف الان بس امسح الكلام اللي هان عشان نوفر مساحه لنا الان هذه اسمها المشاهدات الاصليه او المشاهدات قبل التعديل انا الان بدي اعدل العلامات فهذا بسميها الاكسات بمعنى المشاهده الاولى المشاهده الثانيه المشاهده الثالثه لعند المشاهده رقم قديش 7 قلنا هاي فاصلة ونقطة تمام؟ وعادة في الرياضيات لما بنكتب في التكست في الكتاب بنحط 3 نقط بنحط ايش؟ إلى آخره طول ما أنا بحكي وأنا بحط نقط لا بنحط 3 نقط بس مش أكثر ماشي الحال؟ يعني لو انتبهتوا على الكتب بتلاقوا بحطوا بس 3 نقط للعلم بس ما علينا هاي المشاهدات الأصلية ايش بدي أعمل أنا؟ بدي أضيف 3 لكل علامة الآن العلامة هذه ايش هتصير؟ هاي العلامات الجديدة بعد التعديل هيصير عندي 10 البعدها 5 والبعدها 0 البعدها 8 والبعدها 5 وكمان 7 وبعدها 7 صح؟ هدول العلامات بعد التعديل بسميهن واي بقى اسمها اكس صار واي مش معقول يضل نفس الاسم صح ولا لا؟ لأنه اتغيرت هذه بسميها واي 1 واي 2 إلى واي 7 تمام اوكي طيب ايش اللي عملته انا بالضبط زودت 3 لكل مشاهده صح بدي اعبر عن هذا اللي عملته انا بالعلاقه التاليه بقول العلاقه او العلامه الجديده تساوي العلامه الاصليه مضاف لها 3 مش هضل عملناه ولا لا بنسميه تعديل او تحويل خطي ليش بنسميه خطي إذا حدا بيعرف إيش يعني المعادلة الخطية؟ أيوة عشان من درجة تقولي وأنت خايفة قولي يا ولدي قولي تقلقيش الإكس أس واحد بسموها معادلة خطية لأنه هذه لو بدي أمثلها تمثل بخط مستقيم صح؟ مائل هيك أو هيك حسب معامل إكس لكن لو كانت تربيع نسميها اقتران تربيعي أو من درجة ثانية هذا نسميها علاقة خطية إيش عملت أنا؟ زودت لكل قيمة من القيم الأصلية قديش؟ 3 الآن بدي أشوف هل يتأثر الوسط والوسيط والمنوال ولا لا تعالوا للقيم الجديدة هذه الآن بدي أحسب وسطها الجديد
فاش اسميه اكس بار؟ لانه هي اسمها بطل اكس، صار اسمها واي، يبقى وسطين واي بار. بدي اجمع واقسم على 7 صحيح؟ طيب 10 و13 23 و7 30 30 و12 42 42 صح؟ على 7 6 والله تغير تغير. طب قديش تأثر على نفس المعادلة ولا غيرها؟ الثلاثة زودنا لها 3 صارت 6. يبقى برضو التعديل اللي صار على المشاهدات سرى أيضا على الوسط الحسابي. بدي أشوف كمان المنوالين، بدي المنوال الأول. طيب إيش المنوال الآن؟ المنوال الجديد للواي بيساوي 5، والمنوال الجديد للواي الثاني بيساوي إيش؟ 7. طب هذه قد إيش زادت؟ صارت 5، وهذه زادت 3 برضو. طب نشوف الوسيط الجديد، بدنا نرتبهن، بتوقع قديش يطلع؟ 7. بتوقع يطلع 7، بتوقع يطلع 7. نشوف نرتب نرتب 0 5 5 7 7 8 10 1 2 3 الرابعة هيها الوسيط 7. إذا كلهن تأثر بنفس المعادلة اللي عملناها. إيش المعادلة قالت؟ إن ضفنا لكل مشاهدة 3، يبقى كل المشاهدات اللي عندي هيتأثر مقدار 3. تفضل. معلش وأنا دورنا على ما فيش، ما قالوا لنا بلغنا الشباب الشابات وما حدش. تفضل تفضل. معلش تفضل. كمان شوية دكتور بدي أقول لك في سبحة مع مسبحة مع معلش معلش. طب فيش اتصال؟ علي؟ هاي الجوال صامت. طب ضوا؟ شفتوه ضوا؟ طب وش السبب؟ طب قولي 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 يا ولدي. هذا كل الدنيا بترن. تفضل تفضل. طيب طيب مش مشكلة مش مشكلة. طيب بتحضر المحاضرة إن شاء الله على اليوتيوب إن شاء الله تعالى. طيب اللي بدنا نقوله اللي بدنا نقوله خلاص، إذا كان عندي تحويل خطي يعني علاقة من خلالها بدي أغير أأثر على المشاهدات الأصلية، مقاييس النزعة المركزية تتأثر بنفس المعادلة. طب أنا شفتها تأثرت بالجمع، هل تتأثر بالضرب ولا لا؟ بدي أشوف بدي أشوف برضو من غير أحكام مسبقة. بدي أشوف إيش يعني؟ ما إحنا بدنا نأخذهم كلهم مع بعض. ماشي؟ بتحكي نأخذهم كلهم مع بعض. بدي أشوف هل يتأثر بالجمع ولا بالضرب، ولا بالجمع والضرب، ولا لا بالجمع ولا بالضرب. لقنا بتأثر بالجمع، بتأثر. بمعنى بقت 2 صارت 5، بقت 3 صارت 6، تأثر بالجمع. احنا ضفنا لكل مشاهدة 3. الآن بدي أشوف، بدي أجري التحويل التالي. الواي القيمة الجديدة عبارة عن ضعف القيمة الأصلية، بدي أضرب كل مشاهدة في 2 وأشوف إيش المشاهدات بيطلعن عندي. أضربه في 2 14 4 سالب 6 10 4 8 8. طب معلش خلينا ادخل مباشرة على المنوال، ندخل مباشرة على المنوال. المنوال في هذول مين المنوال؟ المنوال الأول مين هو؟ فيه الأربعة وفيه الثمانية صح؟ اللي تسأل تسأل، اللي مش فاهم تسأل. أنا عندي كمان مرة هاي المشاهدات الأصلية وهاي المشاهدات بعد التعديل. إيش التعديل؟ ضربنا في 2، هل هذول حيتأثرن ولا لا؟ اضرب هذه في 2، اضرب هذه في 2، اضرب هذه في 2، هيطلع 8 اللي هو الوسيط. كيف بدنا نجيب الوسيط؟ بدنا نرتب المشاهدات ونشوف مين في النص. نرتب سالب 6 4 4 8 8 10 14، مين في النص؟ 1 2 3 الرابع
يبقى هنا بيطلع الثمانية. طب هذا لو ضربناها في اثنين ثمانية. طب ضل الوسط الحسابي زيهن ولا كل نفس القصة؟ الحكم واحد، أنا بتوقع يطلع ستة، بتوقع الوسط يطلع ستة، الوسط بيساوي مجموعهن على عددهن سبعة. نجمع نجمع هاي المرتبات هذولا، هذولا 16 صح؟ 16 و 14 30 و 10 40 40 48 ناقص 6 42 42 على 7 بطلع 6 اللي هي الثلاثة مضروبة في الاثنين صح؟ الثلاثة مضروبة في الاثنين. إذا مقاييس النزعة المركزية تتأثر بالإضافة وتتأثر بالضرب. لما جمعنا لكل مشاهدة ثلاثة اتغير، جمعنا هذول ثلاثة، لما ضربنا هذول في اثنين برضه هذول انضربن في اثنين. أشوف لو عملت التنتين مع بعض أجمع وأضرب أو أضرب وأجمع، بدي أشوف التعديل التالي. بهمش أقول لكم يا هذا على السريع، هذا بس توضيح لكم القاعدة. افرضي بدي أضرب في اثنين وأجمع ثلاثة، بدي أضرب في اثنين وأجمع ثلاثة، بدي أمسك المشاهدات الأصلية أضرب في اثنين وبعدين أجمع ثلاثة، أشوف هدول إيش هيتأثر، إيش هيصير. أضرب في اثنين 14 صح؟ الوايات 14 وثلاثة 17، اثنين في اثنين 4 وثلاثة 7، أضرب في اثنين سالب 6 صح؟ سالب 6 وثلاثة سالب 3، أضرب في اثنين 10 وثلاثة 13، أضرب في اثنين 4 وثلاثة 7، أضرب في اثنين 8 وثلاثة 11، أضرب في اثنين برضو 11 خلاص؟ 1 2 3 4 5 7 تمام. الحين تجيب الوسط الحسابي، هات المنوال قبل 7 وال11 صح؟ طيب 7 وال11، طب خذوا الاثنين وطبقوا عليها القاعدة، 2 في 2 زائد 3 7 ايوه. طب خذوا المنوال الثاني 2 في 4 8 و3 11، بتأثر بنفس العلاقة صح؟ اكيد لو جبت الوسط الحسابي هتلاقوا 2 في 3 ب 6 وهذا حيطلع 9، اكيد حيطلع 9، يعني لو جمعناهن حتلاقون 63 وعلى 7 يطلع 9. نشوف بيطلع 73 ولا مصدقين؟ مصدقين ها؟ اوكي. خلاصة الكلام والهري هذا كله، اللي ما فهمتش ولا حاجة، اللي ما فهمتش ولا شيء، تركز في الخلاصة اللي بدي احكيها. وإذا ما فهمتش ولا حاجة في الخلاصة تسحب المادة بكون أحسن. ما ضلش؟ بنعيد ثاني، بتحضر المقطع كمان مرة صحيح. الآن خلاصة الكلام، لو كان عندي مجموعة من المشاهدات إكس واحد إكس اثنين إلى إكس أن، مجموعة من المشاهدات أجريت عليها التعديل التالي. التعديل بقول القيمة الجديدة بتساوي القيمة الأصلية أضربها في إيه واجمع لها بي، زي ما عملنا في مثالنا. إيش عملنا؟ قلنا 2x زائد 3 أضرب في عدد واجمع عدد تمام؟ 2x زائد 3 هيك قلنا احنا. فإن الوسط الجديد إيش بيساوي؟ موحي هذه العلاقة هي المفتاح، من خلال هذه العلاقة بجيب مقاييس النزعة المركزية وسط وسيط منوال للمشاهدات الجديدة. بعد ما عدلت ايش صارت المشاهدات عندي؟ هذه صارت واي واحد واي اثنين الى واي ان. بقن الارقام اللي هان، بعد ما عدلت صارت الارقام اللي هان، حسبنا للي هان وللي هان صح؟ الان واي واحد واي اثنين واي ثلاثة واي ان هي القيم الجديدة لهذه المشاهدات. لما بدي احسب الوسط الحسابي لهذه القيم بقول هاي المفتاح تبعك، بدك وسط حسابي حط بدل اكس وسط حسابي، بدك منوال حط بدل اكس منوال، بدك وسيط حط بدل اكس وسيط، يبقى هذه هي المفتاح. تماما زي برمجة على الكمبيوتر، انا بدي الوسط الجديد بقول هو حط بدل اكس ايش الوسط القديم في المعادلة اللي قدامي. طب لو بدي الوسيط الجديد للواي
روحي على المعادلة وحطي بدل الإكس الوسيط القديم زائد بي. طب لو بدي المنوال الجديد نفس العلاقة، روحي بدك منوال شيل هذا وحط منوال، بدك وسيط حط بدل هذا وسيط، بدك وسط حط بدل هذا وسط، يبقى إيه في الوسط في المنوال القديم القديم زائد بي، هيك العلاقة بتقول. هذا خلاصة الكلام. طبعا برضو زاد الموضوع إبهاما. الآن نأخذ مثال عليه، مش إبهاما، إبهام يعني من مبهم يعني غير واضح. كيف بيجي عليه سؤال؟ بسيط جدا، نقول كالتالي، وهذا أبسط حاجة، أبسط ما يكون، يعني من الآخر، مجموعة من المشاهدة وسطها الحسابي 17 ومنوالها 20، مجموعة من المشاهدات هاي وسطها وهي منوالها، مش نحط الوسيط؟ ماشي. ووسيطها 18، تم تعديل هذه المشاهدات أو تلك المشاهدات حسب بنسميه التحويل الخطي على نفس المنظر. هذا نقول واي بتساوي 2 اكس ناقص 3 مثلا، او 2 اكس ناقص 1 نص اكس زاد 17، اي ارقام، المهم هنا اكس وهنا واي، هنا رقم مضروب وهنا رقم مضاف، تمام. احسب الوسط الحسابي والمنوال والوسيط للقيم بعد التعديل، بعد التعديل. الحل الآن بدي أجيب، معطيني في الحل، معطيني الوسط الحسابي 17، بدي أكتب بس المعطيات اللي عندي صح، والمنوال الام او معطيني قديش 20، والوسيط 18، هذول تبعوت الاكس، عشان هيك بقول اكس يعني قبل التعديل، الاكسات قبل التعديل. بدي اجيب اول حاجه بدي الوسط الجديد، ايش هذا بتقول؟ روح طلع هذا المنظر نفس المنظر ولا لا؟ هي بالزبط بالضبط، بس بدل اكس حط اكس بار، لاني بدي واي بار، حطيت واي بار حطي اكس بار، حطيت ام اي حطي ام اي، حطيت ام او ام او، فانا الان بدي الاكس بار، بروح على المعادله بدل واي حطينا واي بار، يبقى بكتب 2 في ايش؟ 17 ناقص 3، الاكس بار قديش؟ يبقى 2 في 17 ناقص 3 34، 34 ناقص 3 31، على الاقل حسب، ولا تجمع ولا تطرح ولا حاجه، يعني التطبيق على المعادله مباشره. هذا بالنسبة لإيش؟ الوسط والوسيط والمنوال، هاي الوسط الحسابي. الآن بدنا مين؟ الوسط المنوال، هاي أم أو الجديد، برضو بروح على المعادلة، بدل هذه أم أو يبقى بدل هذه أم أو، يبقى 2 في أم أو القديم ناقص 3 وتساوي 2 ضرب 20 40 ناقص 3 37، ضل عندي مين؟ واضح الكلام ايش بقول؟ واضح؟ هل هنا نجيب الوسيط الجديد، بروح على المعادلة، حطيت وسيط بحط هان، يبقى 2 في الوسيط القديم ناقص 3، 2 ضرب 18 ناقص 3 36، بيطلع 33 وهو المطلوب. هاي خلاصة اللي دوشنا ونسكوا فيها، هذا هو الكلام، واضح؟ أكيد؟ طيب أنت عشان قريبة هنا على الوح لازم تكون أأكد. طيب الآن بدنا نروح للجزئية الأخيرة في المحاضرة وأمرنا إلى الله. بتأثر بالضرب الجمع، لو ضرب لحاله بتأثر، لو جمع لحاله بتأثر، لو اثنين مع بعض بتأثر برضه، بجمع وطرح وضرب. طيب
آخر جزئية اللي هي المئينات، اللي هي العلم الجديد بالنسبة لكم، ومرش عليكم، مر عليكم أنتوا الوسط والوسيط والمنوال، ويمكن مر عليكم الربيعات، كلمة ربيعات، لكن وسيط ممر، المئينات ممرتش عليكم. خلاص؟ لا على الجوال صوروا خلاص، مش هقعد استنى، فيش وقت. هذا مكتوب عندكم، هذه النظريه موجوده عندكم في اخر الكتاب، وفي مثال تحت النظريه مباشره زي هذا بالضبط. اخليه ولا بتكتبوا قاعدين؟ احسن، كويس. اللي بتكون مركزه في الشرح ما بلزمهاش تقرا الا تراجع بس عشان تثبت المعلومه مش اكثر. طيب الان بدنا ناخذ حاجه اسمها المئينات ورمزها بيكي. اوكي خلاص نركز. سمعتوا في الربيعات، الربيع الاول والربيع الثاني والربيع الثالث، مر عليكم هذا الكلام؟ لا المئينات، احنا نحكي على الربيعات. طيب ما سمعتوش بنسمع الان ان شاء الله. كتمهيد بس قبل ما نبدا في المئينات، بدي اجيب قطعه مستقيمه وبدي اقسمها. هذه القطعه انا محتار اقسمها قطعه اصلا، بدي اقسمها قطعتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عشرة ولا مية، بدي اخذ رايكم فيها. فانا القطعه نفس القطعه عشان اشوف ايش الاراء اللي بدنا نعملها. الان عدد الاجزاء وعدد نقط التقسيم. تصوروا لو بدي اقسمها الى جزئين متساويين، كم نقطه بلزمني؟ واحد. بدي احط نقطه في النص، صح؟ صارت هذه قد هذا، يبقى لو بدي جزئين بدي نقطه واحده. طب لو بدي ثلاث اجزاء بحط نقطتين، واحده على الثلث هان، واحد على الثلثان، واحد اثنين ثلاثة، صح؟ يبقى طب لو بدي أربعة ثلاثة، طيب كويس. هاي واحدة هان ونص النص، هاي واحدة وهي هان، فعلا هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب لو خمسة؟ أربعة. طب لو عشرة؟ خمسة. تسعة. بعدين ما هي مبينة، اثنين ناقص واحد، ثلاثة ناقص واحد، أربعة ناقص واحد، خمسة ناقص واحد. لو عشرة؟ تسعة. طب لو سبعة؟ لو مية؟ بس أنا بدي المية هالحين، الحين بدي أعمل مية، بدي أعمل مية، هقسمها إلى كم نقطة بلزمني؟ سين. هاي النقطة الأولى، هاي جزء وهي الباقي، هاي النقطة الثانية، هاي الثالثة، لما أصل للنقطة رقم 99 بنسميها، ما علينا ما علينا، بعدين بنسميها. الآن النقطة هذه عشمالها قديش من القطعة؟ نص القطعة، واحد من اثنين، النص اللي هي 50%، صح ولا لا؟ هذه النقطة كم جزء عشمالها؟ واحد على ثلاثة، واحد من ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد ثلث، واحد على ثلاثة ثلث. هذه عشمالها قديش؟ هذه هذه هيها عشمالها كم جزء؟ اثنين من ثلاثة ثلثين. أنا معني في هذه وهذه اللي هي الأربعة والمية، تمام؟ طبعا هذه إلى آخره لما نصل للمية. طيب هذه النقطة قديش أشمالها؟ الربع، يعني 25%. عارفين هذه ولا؟ طب قديش ال 50%؟ النص. طب وال 75%؟ ثلاث أرباع. ها؟ ها؟ لا والله لا والله انتم معي. ها ها الربع، الربع الربع كيف احوله لكسر عشري؟ عندكم اكثر من طريقه. في الهامش بروح بقسم الواحد على اربعه، بنقول صفر، بنحط صفر، بنرفع فاصله، فيها اثنين بثمانيه بزيد اثنين، حط صفر، فيها خمسه، بنكتبها 25%، صح؟
هاي طريقة. ما علينا بدناش نقلب عليكم المواجع، انسوا 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 على أحسن حاجة. أو بقول هذه أضرب في 25 وهذه في 25، بصير 25 على 100 اللي هي 25 من 100. هاي واحد اللي هي من غير مقاس، هي هيك واحد على أربعة اللي هي الربع. الربع 25 من 100 أو 25 على 100 أو 25%. كل هذه النسب متساوية، كلها نفس النسبة، تعبر عن نفس النسبة. لو ربعين اللي هي النص، 50% 50 من 100 أو 50 على 100 أو 50%. طب ما هي 50% النص ولا لا؟ النص. الثلاث أرباع يعني إذا الربع 25 يبقى 25 و 25 و 25 يبقى تطلع 75 من 100، يعني 75 على 100 يعني 75%، صح؟ طيب هاي اللي بدي أقوله أنا. فالآن القطعة هذه مقسمة إلى أربع أجزاء، وكم نقطة لزمني؟ ثلاث، صح؟ آه طيب هذه النقطة أشمالها قديش؟ ربع القطعة يعني 25%. طب هذه أشمالها قديش؟ ربعين يعني ربعين اللي هي النص اللي هي 50%، صح؟ طب هذه ثلاث أرباع يعني أقل منها 75%، صح؟ عشمالها 75%. طب هذه أكم قطعة أكبر منها؟ قديش الربع؟ يعني هذه النقطة أقل منها 75 وأكثر منها 25. طب هذه أقل منها 50 وأكثر منها؟ بذكرنا في حاجة أقل منه لا الوسيط، ممتاز، أيوة صح الوسيط. عدد المشاهدات اللي أقل منه يساوي عدد المشاهدات اللي أكثر منه، الوسيط. يبقى هذه النقطة هي الوسيط. أخرى شوية هنسمي هذا مش الخمسة وسبعين تبعت هذا الخمسة وسبعين طبعا هذا هنسميها الخمسة وسبعين هذا نسميها الوسيط، ماشي؟ أخرى شوية إن شاء الله. تمام، هذه أقل منها ثلاثة أرباع وأكثر منها ربع، هذا أقل منها ربعين وأكثر منها ربعين، هذا أقل منها ربع وأكثر منها ثلاثة أرباع. طيب الآن بدي أجي للمئينات، هذول بنسميهن بسموهن ربيعات. النقط الثلاثة بسموهن ربيعات، ليش؟ لأن قسمت القطعة إلى أرباع، القطعة انقسمت لأربع أجزاء، هذه النقطة أقل منها جزء وبضل ثلاثة، هذه جزئين أو ربعين وبضل ربعين، هذه أقل ثلاثة أرباع وزيادة ربع، بسموها ربيعات. الربيعات بالإنجليزي بسموها كوارتايل، تعرف الكوارتر تبع الساعة، ربع، الربع، صح؟ كوارتر باس تن و كوارتر تو تن إلى آخره، الربيعات. فأخذوا حرف الكيو فقالوا هذه النقطة الأولى نسميها الربيع الأول، الربيع الثاني، الربيع الثالث. إيش يعني؟ ربيع أول يعني ربع واحد عشماله، ربيع ثاني يعني ربعين عشماله اللي هي يعني النص، كيو ثلاثة يعني ثلاثة أرباع عشماله، ثلاثة أرباع، ربع 25 50 75. هذه الآن قسمنا القطعة إلى 100 جزء، 100 هاي جزء، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هذه سموها بي واحد، بي اثنين، بي ثلاثة. المئين الأول، مئين جاء من كلمة 100، صح؟ 100 زي ربيع من كلمة أربعة، تصغير ربيع من أربعة، مئين من 100. فهذه تقسمت، فالمئة بي بيرسنت، مش بيقولوا بيرسنت؟ البيرسنت النسبة المئوية، بيرسنتايل بنسميه المئين، فأخذوا حرف البي منها، فبي واحد، بي اثنين، بي ثلاثة، لما وصل لبي 99، يبقى أنا عندي 99 مئين. هذا الواحد عشماله جزء واحد من 100، صح؟ والواحد على 100 25%، 50%، 50 على 100 50، يبقى الواحد 1%، أقل من واحد وعلى يمينه 99. أنا قسمت القطعة على 100 جزء، مش أنا قلت لكم بدي أقسمها إلى 100 جزء، كم نقطة بلزمني قلتوا؟ 99، صح؟ فأنا قسمتها على 100 جزء، لزمني 99 نقطة. هاي واحد،
هذه أقل منها جزئين، هذه أقل منها ثلاثة، واحد اثنين ثلاث أجزاء، وأكثر منها 97 جزء، وهكذا هذه أقل منها 99 وأكثر منها واحد جزء، صح؟ أكثر منها جزء. طب قولكم لو صرت عند نقطة سميتها بي 70، قديش أقل منها؟ 70 جزء أو 70%، وأكثر منها 30%، صح؟ أوكي أنا ريق نشف أصلاً، أنا عارف قربت أخلص، قربت أخلص، مش خلص الموضوع، أنا قربت أخلص وأقعد شوي بس. طيب الآن، الآن خلوكم معي بس. الآن السؤال بدي أسأله ما بدوش ذكاء كبير، لكن بده نتفت نونة ريحة ذكاء شوية صغيرة هالقد. لو مسكت القطعة هذه وحط، مش هذه، هذه قد هاد، لو مسكت هذه وحطيتها هنا بالضبط، الكيو واحد حيجي على المقين القديش؟ 25. ليش؟ لأنه الكيو واحد اللي هو تحته 25، 50% أقل منه، حيجي هان يكون أقل منه 25، حتكون بي 25، صحيح. طب الكيو اثنين حتيجي عند مين؟ ما هو أقل منها، مش قلت لك يكون نتفت ريحة الذكاء؟ بدهاش عبقرية يعني يا صاحبي. كمان مرة، كمان مرة عشان تستوعب اللي بنحكيه. طيب ما علينا، هذه أقل منها قديش قلنا؟ الربع. الربع قديش؟ 25%، يعني ربع المية، الربع، هذه قد هذا. فهذه النقطة أقل منها الربع، يبقى لما حطها هان حيجي أقل منها ربع المية، ربع المية 25، صح؟ فهذه حتيجي بالضبط عند البي 25، الكيو 2 حتيجي عند بي 50، وهذا حتيجي عند مين؟ 75. معاي؟ ولا بترددوا هيك بس؟ طب اطلعوا صفحة 67 حتلاقوها بالبولد مكتوب عندكم في الكتاب، صح؟ الكيو واحد هي البي قديش؟ 25 بالغامق 25، والكيو 2 50، والكيو 3 صح. كمان مرة نرجع للوسيط، من وين الوسيط؟ المقين الكيو قديش؟ كيو 2 أقل منه 50% وأكثر منه 50%، هو الوسيط قلنا. طب هو المقين القديش؟ بي 50، ممتاز. هو كيو 2 هو بي 50، حتلاقوها بالبولد برضو تحت، حتلاقوا الوسيط هو الكيو 2 هو المقين ال 50، صحيح؟ طيب هنشوف مثال عليها كيف نحسبها، بس نعرف كيف نحسب المقين، نعرف كيف نحسب المقين. طب اوكي اوكي فهمنا حاجه، يعني قصدي البولد هذا اللي قدامكم مكتوب، فهمنا من وين اجى، ايش يعني الربيع، ايش يعني مقين. المقين ال17 اقل منه 17% واكثر منه 83، صح؟ خلينا في الاقل، فالمقين كي اقل منه، انا عارف اكره معك الرموز انتو. كمان مره البي 20 قديش اقل منه؟ 20% واكثر منه 80%. خلينا في الاقل، البي 17 قديش اقل منه؟ البي 90 قديش اقل منه؟ 90. البي كي اسكت شوي عشان يضل هيك، الرموز بيستوعبنش، هذه الحاجات بسموها مجرده، مش الكل بيستوعبها. انا بقول لكم بي 20 بتقولوا 20، بي 17 17، بي 19 19، بي 90 90. طب بي كي قولوا كي، تعرفوا ايش التقليد؟ يبقى البي كي، اقروا اول سطر هالحين، اول سطر هالحين في الكتاب في الصفحه، ما هو تعريف المقين كي؟ يقل عنها كيف المية، صح؟ الحين استوعبنا الصفحه كلها ايش مكتوب فيها، تمام؟ اوكي الان نشوف كيف نحسب. بس قبل ما ابدا احسب اقول لكم نفتح الكتاب صفحه 67، احنا صفحه 68، في عندي مثال. تم رصد درجه الحراره في مدينه رفح، طبعا عشان دكتور اياد الهوبي اللي كتبه من رفح، وعشان هيك حط السؤال من رفح. اوكي، تم رصد درجه الحراره في مدينه رفح لعشرة ايام متتاليه في شهر تموز، وكانت النتائج كمالية، طبعا تموز عز الصيف. هذولا 10 ارقام درجات حراره، وطالب مني احسب البي 40، يعني المقين ال 40 اللي اقل منه قديش؟ 40%، والكيو 1 والكيو 3، تمام؟ نشوف كيف نحسبهم. طيب الان بقدر احسب الوسيط ولا لا؟ بقدر،
ما هو هو كيو قديش الوسيط؟ 50. كيو 2 البي 50. هو البي 50 هو الكيو 2. ما اللي جاب كيو 1 بيجيب كيو 2 وبيجيب كيو 3. سهل جدا وكلهم مئنات. طيب قبل بشوية وإحنا بنحكي للمشاهدات وهذه العشر أرقام مشاهدات برضو، لما بقينا نحسب الوسيط أول خطوة نعملها إيش؟ نرتب المشاهدات ونجيب في النص ونقول إذا 10 بنجيب 2 في النص إلى آخره، صح؟ آه. فأنا الآن ما دام أنا بقدر أجيب الوسيط من موضوع المئنات، إذا برضو لما أشتغل المئنات لازم أرتب في الخطوة الأولى. حلو الكلام؟ يبقى عشان أحل هذا السؤال أول خطوة نعملها نرتب المشاهدات، وأنا بضيف من عندي ونرقمها، نعطيها أرقام زي المشاهدات، أقول إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاثة إلى آخره، زي ما عملنا قبل شوي. هذا نضيفها من عندنا. الآن المشاهدات اللي عندي اللي هن العشر مشاهدات اللي هي أظن في 27 28 30 30 31 33 تنتين صح؟ في 32 آه في 32 هذا أنا بعطيكم مرتبات 32 33 33 وفي 35 تنتين 35 35 صح؟ الآن بتأكد إن ما نسيتش وفي نفس الوقت برقم الترقيم. الآن هتعرفوا ليش إيش أهميته. هقول هذه المشاهدة رقم 1 مشاهدة 2 مشاهدة 3 مشاهدة 4 5 كيف؟ من وين؟ بشمال اليمين؟ مش مشكلة أنا عشان في الكتاب قدامكم في الكتاب إيش مكتوب؟ عشان هيك أنا بس عشان ما تلاقوش اختلاف، بس بديش ناس تحول تعمل انعكاس، لا عشان تستوعب الكلام. طبعا أنا بحب أرتب من شمال كل كتابتنا، إحنا كنا من شمال اليمين صح؟ في الوسيط وغيره، بس إحنا عشان هذا المثال من الكتاب، أما باقي الأمثلة كانت من عندي. أوكي الآن المطلوب مني حساب المئين الأربعين والكيو واحد والكيو ثلاث. طبعا ليش أبعدتها الحين بنشوف. ما بشرحش الربيعات كيف نحسبها، أنا بشرح بس المئينات وأنتوا بتجيبوا الربيعات لحالكم. ليش؟ لأنه أصلا الربيع هو مئين صح؟ الكيو واحد هي المئين القديش؟ الربع، الربع الأول 25 الربع 25 والكيو 2 50 كيو 3 يبقى كأنه السؤال بيقول لي أوجد مئين 40 والمئين 25 والمئين 75 صح؟ فأنا قلت لكم هشرح مئينات مش هشرح ربيعات، تمام؟ فكيف الأربعين بنجيبها؟ بنجيب زيها هذه وهذه. الآن كيف بنجيب المئين الأربعين؟ الخطوة الأولى هذه تنفع للتسعة وتسعين مئين، هي خطوة واحدة تنفع للكل، تمام؟ منها بدنا نجيب أول حاجة المئين الأربعين، واللي بفهم المئين الأربعين بفهم يجيب التسعة وتسعين مئين، كلهن على قانون واحد بنفس الطريقة. الآن بدي أجيب المئين الأربعين، بدي أطبق حاجة بنسميها نحسب ترتيب المئين الأربعون أو الأربعين. الأربعين خليها مضاف إليه. خدوا بالكم الرقم هذا بسموه رتبة المئين، الرتبة تبعته، لكن ترتيبه وين بقع بين الأرقام اللي هان، هيك المقصود. الرقم المكتوب تحت اسمها رتبة المئين، أنا بدي أحسب الترتيب. أول خطوة بدنا نعملها بدنا نحسب رتبة المئين. في عندي قانون بتقول أوردر، أوردر يعني ترتيب ولا لا؟ بتجي معنى أمر برضه، الأوردر صح؟ أوردر البيكي بيساوي أن زائد واحد في كي على مية. الأن هي عدد المشاهدات، قديش عدد المشاهدات يا بنات؟ 10. هيها هي واحدة من أهمية الترقيم صح؟ عشرة. الكي هي الكي، الكي هاد هي اللي تحت البي،
كويس نركز بس نركز. فأنا الآن بدي أوردر المئين الأربعين، بقول بيساوي عدد المشاهدات 10 زائد 1 ضرب 40 على 100 على الآلة الحاسبة. تشاوروا شو عقولكم؟ ها؟ هذا مع هذا 11، هذا 4 من 10 بيطلع الجواب 4.4. تمام؟ بيطلع 4 صحيح و4 من 10. طيب، هذا الرقم أنا بدي أكتبه بالصورة هذه. طبعا ما فيش فيها 4 كبيرة و4 صغيرة. بس للتوضيح. اللي بدي أقوله هان من الكتابة هذه إنه الجواب اللي طلع عندي مكون من جزئين، في عدد صحيح وفي جزء عشري، صحيح؟ عدد صحيح وجزء عشري، زي ما يطلع عندي مثلا 7.2، هاي صحيح وهي جزء عشري. هذا إلها شغل، هذا إله شغل وهذا إله شغل، عشان نكمل. الآن العدد الصحيح قديش؟ 4. حروح على المشاهدة الرابعة والخامسة. الرابعة متذكرين الوسيط؟ لما كان 10 نقول الخامسة والسادسة نفس الفكرة، ما هو تابع لهم. فأنا الآن بدي أروح للمشاهدة الرابعة والخامسة، أجيب الرابعة والخامسة وأخذهم عندي في الحل. أقول له بدي المشاهدة الرابعة والمشاهدة الخامسة. الرابعة قديش؟ والخامسة 31. تمام؟ كمان مرة افرضوا لما حسبت هان طلعت 7 صحيح واثنين من 10، حاخذ مين ومين؟ المشاهدة السابعة والمشاهدة الثامنة. افرض وانا بحسب الحساب هان طلع عندي 3.6، حاخذ الثالثة والرابعة. كمان مرة عشان اللي محلقين هيك ومش فاهمين، كمان مرة احنا هاي سؤال بقول لي اوجد الثلاث مطالب، بدي اجيب المئين الأربعين في الأول. أول خطوة ايش بعملها؟ برتب المشاهدات وبرقمها، خلاص مش صعبة هذه، صح؟ ترتيب تصاعدي أو تنازلي. لو رتبت من الشمال لليمين زي زميلتكم بتقول تكتب 27 28، تكتب إكس 1 إكس 2 لما تخلص لإكس 10. المهم برتب وبرقم. حلو الكلام؟ سهل جدا. الآن بدي أطبق القانون. القانون بيساوي اللي هو ترتيب المئين، أن زائد 1 في كي على 100. الآن عدد المشاهدات اللي هو 10 زائد 1 والكي هي الرقم المكتوب هان 40، بكتب 40. طبقنا القانون على الآلة الحاسبة بيطلع قديش عندي؟ 4 صحيح و4 من 10. امسك الأربعة الصحيح، نمسك الأربعة الصحيح، آخذ المشاهدة الرابعة ومين؟ والخمسة. لو طلع 7.2 قلنا بأخذ السابعة والثامنة، لو طلع 3.6 الثالثة والرابعة. حلو الكلام؟ أنا ما دام عندي أيوة، لو طلع 5 بكون المطلوب هو المشاهدة الخامسة مباشرة وبتريح راسي، بكون مباشرة. لو طلع الجواب هنا عدد صحيح مثلا 4 بقول البي 40 هو 30 مباشرة، لو طلع 7 يبقى هو المشاهدة السابعة. حلو الكلام؟ طيب الآن عندي 4.4، يبقى جبت المشاهدة الرابعة والخامسة كتبت قيمهن تحت. أجا دور مين هالحين؟ الجزء العشري. الصحيح إيش عمل؟ حدد لي مين الرقمين من المشاهدات. الآن الجزء العشري إيش مكتوب؟ 4.4. المئين المطلوب يبعد عن الرابعة 4.4، يبعد عن الرابعة، يبعد عن السابعة 2.2، يبعد عن الثالثة 6. مستوعبين؟ طيب إن شاء الله. يبقى الآن يبعد عن الرابعة 4، هذه دائما بعتبرها 1 صحيح. خذوا بالكم مش عشان 30 31، حتى لو 30 و97 اعتبروا هذه القطعة اللي أنا عملها 1 صحيح. نعتبر المسافة بينهن 1 صحيح، مشاهدة والتالية لها بين الأربعة والخمسة 1. فأنا الآن هذا نص الأربعة من عشرة بتيجي هان ولا قبل الأربعة من عشرة؟ هاي النص قبل النص، فبتيجي هان، فبتكون هذه المسافة 4.4. قديش بضل من الواحد الصحيح؟ 6.10. طب افرض كانت 2، بعمل هيك باخذ المشاهدة السابعة والمشاهدة مين؟ الثامنة، ببعد عن السابعة 2.10، بضل الباقي قديش؟ ممتاز، واضح؟ حتى لو كانت 7.25 ببعد هنا 25 وهان عشان تصير 100 من 100، عشان تصير واحد صحيح. ما اتفقناش هنا؟ ها؟ بنشرنا.
اوكي بعد هاي خلص السؤال خلص السؤال حددنا هاد هاي المقين اضرب هذه في هاد وهذه في هاد خلص اذا بي 40 بيساوي 31 في 4 من 10 زائد 30 في 6 من 10 بنطلع الجواب هذول 4 12 فاصلة زائد 18 بيطلع لنا 30.4 هاي الوصفة أعيدها تاني هذه الأخيرة لا لا واضح خسارة على الفاضي أعيدها تاني هان هالحين الأربعة قالت نخد الرابعة والخامسة صح الأربعة من عشرة قالت ببعد عن الرابعة 4 من 10 هاي الرابعة وهاي الخامسة ببعد عن الرابعة 4 من 10 بهي المسافة 4 من 10 لسه ما كل بقيت نفس الكلام شوف لو كان عندي أنا هاي الرابعة هاي الخامسة بس أنه أوكي هالحين أفرضي عندي طلع الجواب طلع 8.3 حجيب الثامنة والتاسعة وإيش والتاسعة ببعد عن الثامنة 3 ببعد هنا 3 من 10 بضل هنا البذل قديش 7 من 10 كويس هنا 4 ببعد عن هذه 4 بضل هنا 6 عشان يطلع مجموع واحد صحيح بضرب الرقم اللي هان في اللي نقص هذه هان وهذه هان وبجمعهن بيطلع عندي الجواب خلاص أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم يعطيكم العافية